السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن البيانات داتا. البيانات أو المعطيات داتا هي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل. تعريف البيانات. وبشكل عام، فالبيانات هي مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور الخام المتعلقة بموضوع معين. مثال على ذلك بيانات الموظفين: الأسماء، الأرقام الوظيفية، المهن، الصور بدون ترتيب. وينتج عن هذه البيانات بعد المعالجة ما يطلق عليه مصطلح معلومات. كذلك ما يلتقطه قمر صناعي من صور هي بيانات يرسلها إلى الأرض في هيئة إشارات. تقوم أجهزة حاسوبية على الأرض بتجميع البيانات وتنشئ بعد معالجاتها الصورة أو صورا. تتكون البيانات من مجموعة من الأرقام أو الحروف أو الكلمات، وبعد معالجتها ببرامج حاسوبية خاصة نتحصل على المعلومة. مثل المجهر الإلكتروني يقوم بتصوير الشيء المراد تصويره ويرسله إلى حاسوب في هيئة إشارات كهربية بيانات، فيحسبها الحاسوب وينظمها بواسطة سوفتوير معين وينتج منها صورة تظهر على شاشة العرض وتكون تلك هي المعلومة أو المعلومات. الصورة التي أمامنا هي صورة المجهر الإلكتروني. مثال آخر: طالب في جامعة معينة له مجموعة من الدرجات أو العلامات البيانات، وبواسطة أحد البرامج أو التطبيقات تتم معالجة هذه العلامات بعملية رياضية معينة لينتج في النهاية المعدل العام للطالب، وهي المعلومة المراد إنتاجها بعد عملية معالجة البيانات. المصدر الأساسي للبيانات. المصدر الأساسي للبيانات هو الإنسان أو مصدر خارجي. يمكن القول أن المصدر الأساسي هو الإنسان الذي يقوم بتجميع البيانات من خلال مشاهدته والملاحظات التي يدونها من التجربة على واقع المحيط به، من واقع المحيط به سواء المحيط الاجتماعي أو الطبيعي أو الاقتصادي. يمكن تمثيل تلك البيانات في رسوم بيانية مثل تغيير عدد السكان خلال 20 سنة الماضية، أو في رسم بياني آخر تعليل عدد السكان تحت سن 15 سنة، وبين سن 16 و26، وبين سن 27 و65 سنة، وعدد السكان فوق 66 سنة. في المجال الإداري يمكن أن يكون مصدر داخلي أو خارجي. فمصدر البيانات الداخلي هو البيانات المتجمعة من الإدارات المختلفة والأقسام مثل الفواتير وأوامر الشراء والشيكات الواردة والصادرة وأرقام المبيعات وغيرها، وهذه البيانات تدون على شكل تقديم الحسابات أو التقارير. بينما يقصد بالبيانات التي تأتي من مصادر خارجية هي تلك البيانات التي تأتي من الزبائن والموردين ومن مختلف المنظمات ذات العلاقة مع المؤسسة وتقديرات مصلحة الضرائب وغيره. تحويل البيانات. لتحويل البيانات إلى معلومات يتطلب ذلك معالجة البيانات، وذلك عن طريق الحصول عليها وتسجيلها ثم مراجعتها والتأكد من مطابقتها مع المصادر ثم تصنيفها إلى مجموعات أو فئات متجانسة وفقا لمعيار معين أو لمعايير معينة.
وهناك العديد من المعايير يمكن استخدامها مثل تصنيف المستهلكين بحسب منطقة جغرافية أو إقليمية معينة، ويجري التصنيف عادة على أساس نظام ترميز (coding system)، قد يكون رقميًا أو حرفيًا، أو باستخدام النوعين معًا حسب نوعية البيانات، ثم يتم ترتيب البيانات بطريقة معينة تتفق معها والكيفية التي تستخدم بها تلك البيانات، ثم يتم دمج مجموعة من عناصر البيانات وجمعها لكي تتوافق مع احتياجات مستخدميها، ثم يتم استخدام العمليات الحسابية والمنطقية لتقديم بيانات جديدة ومفيدة للمستخدم، وبعد ذلك يتم حفظ البيانات إلى وقت الحاجة إليها، وتؤثر الوسيلة المستخدمة في حفظ البيانات على طريقة استرجاعها وكفاءة الاسترجاع، ثم يتم بعد ذلك تقديم البيانات بشكل يمكن أن يفهمها ويستخدمها من يطلبها، وقد يتم تقديمها على شكل تقرير مكتوب أو على شكل رسومات بيانية أو هندسية، أو يتم عرضها على شاشة الحاسوب مباشرة.